السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم في درس جديد. نعم، عدنا بعد غياب طويل امتد لمدة 3 أشهر. ها نحن نعود معكم أصدقائي بمجموعة من المواضيع الحصرية والحلقات المتميزة التي إن شاء الله ستخلق تميز لكل من يتابع دروس أمير رغيب على قناة المحترف. نعم أصدقائي، اليوم نحن أمام درس رائع جدا وحصري، وأتمنى من الله أن لا تبخلوا علي بالنقر على زر لايك إن أعجبكم الموضوع، وكذلك زر سبسكرايب واشتراك مع أصدقائي. شاركوا هذا الموضوع مع أصدقائكم، لأنه لا يخلو أي بيت وأي منزل بل وأي علاقات اجتماعية من شخص أو فرد تعرفونه شاشة هاتفه مكسورة. لهذا فأتيتكم بهذا الحل الحصري الذي من خلاله إن شاء الله أصدقائي تستطيعون نعم إصلاح الشقوق الموجودة على مستوى الهاتف. الطريقة هي مجربة، والطريقة أصدقائي هي تعتمد على محلول أو على لصاق. هذا اللصاق هو لصاق خاص يستخدم في الأساس مع زجاج السيارات، ففي حالة إذا انكسر زجاج السيارات يمكنك أن تشتري هذا المنتوج، هو معروف جدا مشهور، اسمه Windshield Repair Kit. ابحث عنه في يوتيوب وستجد أن هناك الكثير من الشروحات حول هذا المنتوج. طبيعة الحال هذا المنتوج أصدقائي قلت في الأساس هو يستخدم مع زجاج السيارات، حتى يمكنك فقط إضافة هذه المادة وهي عبارة عن مادة الريزين، ثم هذا اللصاق يا أصدقائي يتسلل في شقوق الشق الموجود على مستوى الزجاجة، ثم يتجمد فيصبح شفاف ويعني يمنع ظهور هذا الشق بالعين المجرده، وفي بعض الاحيان قد يجعله صعب من اجل يعني صعب ان يعني ان يكتشف امره. لكن في المقابل يعني انتابني الفضول وقلت لماذا ان نستخدمها واستخدم هذا المنتوج مع زجاج الهواتف في حالة إذا انكسرت شاشة الهاتف، فهل يمكن لهذا المنتوج أن يعمل؟ بطبيعة الحال بحثت في الإنترنت ووجدت أن هناك الأكثرية من يؤكد على أن هذا المنتوج يعني يسبب في يعني إصلاح أو يساهم في إصلاح شاشة الهواتف. هناك من أخفى بنسبة كبيرة تلك الشقوق الموجودة على شاشة الهواتف، وقلنا لما لا أن نجرب كذلك في إصلاح بعض يعني الشقوق، وبالفعل نجحت. لكن في المقابل يعني خرجت بمجموعة من الاستنتاجات هي التي سأشارككم إن شاء الله في فيديو اليوم، لكي تكون استخدامكم أو لكي يكون استخدامكم لهذا المنتوج هو ناجح 100%. طبعاً الحال ثمن هذا المنتوج هو يبتدئ ب80 درهم ولا يتعدى 200 درهم، يعني يبتدئ تقريباً ب10 دولار، والماكسيموم ثمنه يعني أغلى ثمن لهذا المنتوج يوجد ب20 دولار، وسيمكنكم من إصلاح شاشة الهاتف يعني عوض دفع 100 دولار أو 150 دولار من أجل تغيير شاشة الهاتف، فيمكنكم طبيعة الحال إصلاحها فقط بمنتوج يبتدئ ثمنه ب10 دولارات. طبيعة الحال قلت أن طريقة استخدام هذا المنتوج تبقى رهينة بمجموعة من النقاط. أولا أن شاشة الهاتف يجب أن يظهر فيها فقط شقوق، يعني على هذا المستوى يعني شق فقط، يكون هناك شق أو شقوق مجموعة من الشقوق، ولا يجب أن تكون شاشة الهاتف مدمرة بالكامل، لأنه إذا كانت مدمرة بالكامل فبطبيعة الحال المنتوج لن ينفعك في إخفاء هذا التدمير، ولكن في المقابل يستطيع أن يجمع يعني الشاشة ويجعلها ناعمة الملمس، تصبح ناعمة الملمس لكن بدون إخفاء تدمير حاصل على مستوى الشاشة. أما في حالة إذا كانت فقط عبارة عن شقوق سواء كانت أفقية عمودية وجميع الشقوق التي يمكن أن تصيب الهاتف، فهذا المنتوج أصدقائي يستطيع أن يصلحها. وفي النهاية أصدقائي دعونا أن نقوم بتطبيق هذا المنتوج على شاشة هاتف مكسرة ثم نشاهد الفرق بعد قبل وبعد، ابقوا معي. كما تشاهدون أصدقائي، أولا هذا هو الشق، راه يظهر بشكل واضح في الهاتف كما تشاهدون، هذا هو الشق الذي سنحاول إخفاؤه أصدقائي. إذن تابعوا معي كيف سنقوم بذلك. إذن على بركة الله، أولا أعيد، بالنسبة للمنتوج يمكنكم شراءه من أي بائع تحبون من على موقع إيباي، أي بائع، فحتى نكون بعيدين عن أي إشهار فلكم الحرية أن تشتروا هذا المنتوج من أي بائع، سأضع لكم رابطه في إيباي وأنتم يعني اشتروه من عند أي بائع تودون، فهذه ليست مشكلة. نقطة ثانية بالنسبة لطريقة استخدام هذا المنتوج، قبل أن نستخدم هذا المنتوج نقوم أولا برش القليل من الكحول، مادة كحولية أو رائحة تحتوي على كحول، لكي نقوم بحذف أي مادة دهنية على مستوى الهاتف وخصوصا على مستوى الشق، هكذا حتى يعني عند تطبيقنا للصاق يكون تطبيق سليم وتكون النتائج
جد مميزة. فأول شيء سأقوم بمسح الشاشة على هذا الشكل. جيد. إذن طبيعة الحال مع المنتوج الذي ستشترون ستجدون هذه القطع البلاستيكية. سنقوم بوضع واحدة جانبا ثم سنأخذ المنتوج. طبيعة الحال نقوم بنزع الغطاء ثم المادة الحامية. إذن على هذا الشكل. إذن الآن سنقوم بإضافة هذا البلاستيك أو هذه البلاستيكة على الشق على هذا الشكل. نحاول إفراغ المكان من أي هواء. طبيعة الحال في هذه المرحلة الآن يجب علينا أن نأخذ الهاتف ونضعه مباشرة أمام أشعة الشمس لمدة 15 دقيقة، لكن رجاء يجب أن تكون الشمس ليست حارقة، يعني مثلا في الصباح الباكر أو في يعني المساء. أما في حالة إذا أضفت أو قمت بتعريض شاشة الهاتف إلى أشعة الشمس الحارقة فستدمر يعني شاشة الهاتف. أما في حالة إذا كنت تتوفر على ما يسمى بالضوء الأزرق أو الأشعة الزرقاء فيمكنك تعريض الهاتف إلى الأشعة الزرقاء. وبطبيعة الحال كون أنني أعلم جيدا أن أكثرية المتابعين لا يتوفرون على الأشعة الزرقاء فبالتالي سنقوم فقط بأخذ الهاتف ونضعه مباشرة أمام أشعة الشمس لمدة كما قلت لا تقل عن 15 دقيقة وتكون أشعة الشمس باردة. إذا الآن في النهاية سنأخذ هذه الشفرة بعد انتهاء المدة سنأخذ هذه الشفرة. هي شفرة تأتي كذلك مع المنتوج وسنقوم بنزاع اللصاق ثم سنقوم بإزالة الشوائب على هذا الشكل. طبيعة الحال معلومة مهمة جدا أن مسألة اختفاء الشق تبقى رهينة بمسألة مهمة جدا، كذلك نوعية الزجاج. إذا كان بلاستيك طريقة لا تعمل، إذا كان الزجاج المستخدم في الهاتف ذو جودة رديئة فكذلك لا يعمل. إذا الآن سنقوم بإزالة الشوائب ثم نرى النتيجة. إذا شاهدوا معي الآن الشق لا يظهر بشكل كبير، يظهر قليلا هنا فقط لأن المادة اللصاق لم تدخل، سأعيد يعني إضافتها مرة أخرى، ولكن إذا لاحظتم يظهر قليلا فقط هنا فقط في هذه المساحة، وحتى هذه المساحة هو صعب جدا أن يظهر كما تشاهدون، هو صعب جدا يعني يظهر بشكل ضعيف جدا، ولكن مع ذلك يكفيني أن أضيف مرة أخرى اللصاق وإن شاء الله سيختفي كما تشاهدون. أما يعني الشق كما لاحظتم فقد اختفى بشكل كلي، يعني أصبح الآن صعب جدا أن تشاهده في الكاميرا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم، سررت جدا بلقائكم. رجاء إن أعجبك درس اليوم فلا تبخلوا على أصدقائكم بمشاركة هذا الدرس لأنه درس مفيد جدا وستساهمون في فك مشكلة الكثير من الإخوة. لايك من أجل تشجيعي إن أعجبك درس اليوم. وإذا كانت هذه أول مرة تتابع فيها دروس أمير رغيب يسعدني أن أقدم لك تجربة أزيد من 18 سنة في مجال التقنية على قناة المحترف. يكفيك فقط النقر على زر سبسكرايب من أجل الانضمام ومتابعة دروسي، غير ذلك فسأكون سعيد جدا بأن تتابعوني كذلك على جميع صفحاتي الاجتماعية التي تظهر على الشاشة. إلى أن ألقاكم في درس مقبل بإذن الله، دمتم بأمان الله، تحياتي أمير رغيب.